كنقدمكم خير راسي نفسي انا والسيد واحد من الضحايا الناس اللي كاينه هنا في السوق ديال برشيفه. انا باقي الدواجن هنايا وانتم كتشوفوا على هذه الماساويات اللي وصلتنا هذا السوق. هذا تعرض للسوق ديال برشيفه البارح مع الساعه 5 حتى المده 8 ديال العشيه، والناس كامل الناس متضررين، الدراويش كلشي مسخر في هذه العواشر، كل واحد باش مقديها، اللي مقدي الثمار، اللي مقدي الحوايج، اللي مقدي كل واحد اللي عنده 30، اللي 10 15 20، الناس كاملين الدراويش متضررين اخا يضروا هنايا. ونهضت العافيه هنايا الساعة 5 ما طفاتيني هنا نهائيا، حتى فينا حتى للزوايا 7 د العشية جات هنا التدخل السريع. نعم سيدي كنطلبوا من الانسان، كنطلبوا منا نعم سيدي من هاد الشيء، هذا الناس المسؤولين على هاد المنطقة وعلى هاد الحيطان جا كامل. بسيط، مجوج عندي 7 د العواول ومرايا 8، كاري بيت فيها 4 د المتر، كوزينة فيها متر ونص، طواليت بلا ما نقول لك 250 الله فرانك. ها مشيتي 7 د منين اخاوه ديالي، بقيت على الله اخاوه ديالي، بقيت على الله، الله يجعل بركه في سيدنا والله يجعل بركه في السلطه اللي كتجي العالم. مده طويله وحنا ما جايين في هذا السوق، هذوك كلهم ضحيه، خوتنا كاملين فيهم مساكن، سيدنا خصنا يتندر فينا، ما بقى كيتندر فينا حتى واحد، هجرنا يامنا والسوق ديالنا وولادنا ورزقنا، الشتا والبرد والماء، ما عطاونا حتى شي حاجه، ما كانت كنا حتى شي حاجه، تحرقنا وتحرقنا ودقدقنا. حنا كنطلبوا من السلطه، حنا كنطلبوا من محمد السادس، طلبوا محمد السادس يتندر فينا سيدي. عاش الملك، عاش محمد السادس.